ورجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم باقي فقرات إن بوكس، وجينا لفقرة إن بوكس أحلامك أوامر مع مفسرة الأحلام صوفيا زادة، واللي اتكلمنا النهاردة عن رؤية النار في المنام. ازيك يا صوفيا؟ ازيك يا نورة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. الأخبار؟ الحمد لله كله حلو؟ الحمد لله زي الفل. الحمد لله. صوفيا كده في البداية، تفسير رؤية النار في المنام ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصي، النار تنقسم قسمين. إذا كان شايفها صالح، حد من الصالحين، إذا كان شايفها حد يعني على غير تقوى وصلاح، دي تفرق سماء وأرض، تمام؟ إذا كانت النار نافعة بسيطة حلوة يعني مجدية، غير ان انت تشوفيها بقى بتحرق وتاكل وتشتعل وتطقطق وتسمعي لها صوت وتسمعي لها لهب وتشوفي لها لهب وسواد ومش عارف ايه، دي فرق كده. نار الدنيا غير نار الاخره، دي حاجه ودي حاجه تانية خالص، وترجع برضو لطبيعه حال الرائي. اول حاجه يدور في حاله اللي يشوف نار ده، هل انا على صلاح ولا مش على صلاح؟ ليه؟ لان كل بني ادم فينا عارف حاله. شوف بقى. طب رؤية إشعال النار، طيب هو إن أنت تشعلي نار، بس تشعليها لغرض ما، أنت شعلاها عشان هداية، بتهدي حد لطريق مثلا، ده معناه إن أنت ربنا هيكلفك بعلم يهتدى به. يعني إيه؟ أيا كان بقى، في القرآن، في السنة، في الشريعة، في أيا كان، بس هو من العلوم اللي هي تنير الطريق. وممكن برضو من العلوم الطبية، لأنها كلها إنارة للطريق. تمام. خدت بالك؟ لما تشوفي إن أنت بتشعلي نار عشان تحرقي شيء، معنى كده إن البني آدم ده ينتبه لحاله، إنه إنسان على فتنة وعلى غير صلاح، وأنت إنسان مريض. مريض إن أنت بتفرح في مصايب الناس، يعني أنت بتسعى جاهد إن أنت تأذي مؤذي. يعني انتبه. طب لو العكس، لو حد شايف ان هو بيطفي نار، تطفي نار ان انت بتطفي فتنه، ان انت بتحل مشاكل ناس، بس النار دي لو انت شايف انها كانت هتاذي وهتولع في طرفين، او هتولع في بيوت، او هتولع، يبقى انت بصي ما يشوفش حته البيوت دي الا انسان ذو سلطه وذو سياده. ليه؟ لان ده يعتبر حدث عام، وهو ليه الكلمه الناهيه في الموضوع، فهو ممكن هو اللي يخمد الفتنة دي. تمام. ولكن لو شاف ان هو بيطفئ نار حد عايز ياكل، حد عايز بيعمل بينور بيته بالظبط كده، ده معناه ايه؟ معناه ان هو يعني بيفقره، يعني حد بيديله، كان بيديله فلوس بس قطع عنه، فهو بيعرضه للسؤال وللفقر، فحرام. فينتبه برضو، انت كان معتمد عليك طبعا بعد الله تعالى، محدش، ده باب ربنا فتحه للشخص الغلبان ده انت، فما تقعدش تقفل البيبان فتحها ربنا بس. تمام. طب تفرق لو حد شاف حريق عن نار عاديه مشتعله ايه بقى؟ بصي، لو نار عاديه شايفاها مثلا طالعه من بيت، تمام، عاديه، نار مش ما فيهاش حريقه ولا اي حاجه ولا بتاع، فهو ده بدايه خير لصاحب البيت ده. تمام. يعني رزق، يعني حاجة، هيسافر حجة لو شاف شعلاية، شعلة كده مسافر حج، ممكن يكون في يعني حاجة فرحة، لأن بصي ممكن يكون في برضو أرزاق مطلعها، لأنها برضو من الدفء النار، إلا أن تكون النار طالعة بلهب وشهب، ودي للأسف الشديد ينتبه أن أهل داره هيدخلوا في فتنة عظيمة وفي مشاكل مش هينة. فلازم بقى يطفئ، يخمد النيران دي. طب تفسير رؤية جهنم ليه؟ جهنم، نعوذ بالله. على حسب البني آدم، لو أنت على صلاح وشفته جهنم، يبقى معنى كده أن أنت وجب عليك الدعوة، أو وجب عليك أن أنت لو تعرف على حد أو شفت حد في جهنم دي، يبقى الحد ده انتبه منه، لان الحد ده على غير صلاح، او انت مطالب منك ان انت تشده. ابنه مثلا، شاف ابنه، شاف بنته، شاف مراته، ايا كان، انت تاخد بايده، لان ادم ده على غير، لكن شفت نفسك بقى انت اللي واقع في النار، قابل بقى. كده معناه ان انت بقى ايه يعني، بس لو طلعت من النار من غير ما يمسك سوء، انت على صلاح وعلى خير. لكن دخلت واتبهدلت واتحرقت ومش عارف ايه، قصاص عادل، انت عملت ذنب فظيع،
فربنا هينتقم منك في الدنيا والآخرة. قصاص عادي. طب والدخان؟ بصي، أولا الدخان ده معناه كلام، زي ما بقول لك إيه، مفيش نار من غير دخان. يعني كلام ممكن يبقى باطل وممكن يبقى، بس هو في الغالب مش باطل، هو في الغالب بيبقى يعني ناس بتقعد تهبد في كلام كتير كتير، حتى لو مستصغر شرر. مستصغر شرر ده حاجة بسيطة كده ممكن تطلع دخان. كبريتة طلعت دخان، الناس بقى يعني حد بيجود، فاهمة ازاي؟ يعني ايه، شاف كلام ناس بتتكلم على حد بسوء، قعد معاهم وكمل بقى. فده باطل، كلام باطل والعياذ بالله. طيب لو حد شاف نار في الشتاء او في الصيف بتفرق؟ طبعا. ايه؟ بصي، نار الصيف وحشه قوي قوي قوي. نار الصيف كوارث، نار الصيف امراض اوبئه، وقوع في اخطار كونيه. يعني ايه؟ يعني مثلا زلازل، براكين، حاجه كده عامه. خدتي بالك؟ اما نار الشتاء دي فهي دفء وامان، وفيها تصالح، وفيها، بصي، حلوه قوي في الشتاء. حلوه قوي. وبصي، ونار الفجر، نار الفجر حلوه. نار الفجر معناها نظريه، فكره جديده البني ادم هيطلع بيها، هتنير للناس يعني حاجه هتنور لهم علم يعني. تمام. لكن نار العصريه، المغربيه، العشاء، كلها دي جايه من المصايب والاثام والمشاكل، فكلها. وبعدين في حاجه، نار العشاء دي للاسف الشديد بتبقى وقوع حتمي لموت. وقوع حتمي ليه؟ لان هم بيروحوا بالشعلات عشان يدفنوا الميت، كان لما يروحوا المقابر وكده وبتاع، فهي موت مش حلو. مش حلو. طيب لو في نار بلهب او من غير لهب؟ بلهب، بصي، كل ما زادت خوفك منها وحسيتي انها قويه، اعرفي انها شر، ودي معناها السنه. السنه يعني ايه؟ يعني كلام كلام كلام، بس لو شايفاه لوحدك كلام يخصك، كلام يضايقك، لو حتى لو اتصابت، يعني اتصاب البني ادم بالحاجات دي، اسمها ايه هي الحاجات اللي بتطلع من النار دي؟ شظه. ايوه، الشظه دي، شرز، ايا كان ايا كان ده، للاسف الشديد يصيبه من الالم من الكلام ده، يصيبه. الا اني لو النار دي ناس كتير شايفينها وعماله تتنطر عليهم كده، الشزر ده ولا شرز، الشظايا دي، ده هتولع فتنه. وهيولع غلاء في الاسعار، يعني بصي الدنيا كده هتشقلب، يعني مش حلوه، مش لطيفه يعني. طيب صوفيا، ناخد كده رسائل من اللي جات لنا. يلا. في رساله: حلمت ان اختي شايله ابنها واخويا شايل ابنه، وبيقول لي معانا عيال وانت لا. رديت عليه قلت له ان شاء الله ربنا هيديني ولدين مره واحده. بتقول متزوجه وبدون اطفال. ابشر. هي طبعا دي من الاحلام النفسيه اللي هي تتمنى انها تحدث، ولكن انت عليكي بقى بالرقيه، حافظاها الرقيه الشرعيه. صدقه. بصي، حافظ مش فاهم. بصي عليكي على طول بقى ان انت الدعاء، كثره الصلاه، الاستغفار الكتير بيعجل بالفرج، والصدقه والدعاء تغير القدر. طيب، حلمت ان انا عند خالي وصاحبتي جت، وانا نزلت لقيت نفسي حافيه، ورجعت عند خالي واداني جزمتين، واحده سودة وواحده صفرة، وكانوا مقطعين وكانوا رجالي، وانا لبست الصفرة، ولما لقيتها مقطعه قلت له انا هقلعها والبس جزمتي الجديده، وانا مخطوبه وفي مشاكل بيننا. بصي هقول لك على حاجه، هو مبدئيا طبعا احذيه الرجال المفترض انها تكلف بامور هي مش قدها، حاجات ثقيله عليها، يعني ثقيل عليها، يعني على اهلها، اللي هو مثلا انتوا هتجيبوا من العفش كذا وكذا وكذا، ثقل عليهم. مقطعه دي معناها ان كانت تسببت في مشاكل شديده جدا، ان مش عارفين نجيب، طب هنعمل ايه؟ هتحصل مشاكل. لا احنا اتفقنا، احنا مش عارف ايه. بصي، كان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان الحذاء الاصفر، يعني لما تكون عايز تقضي امر تلبسه يعني. تمام. فهو ده معناه ان المفترض الامور المفروض تقضى انقطعت، واقفه حال.
حته ان انت تلبسي حذاء جديد معنى كده ان الموضوع ده هينتهي تماما وهيبقى في حد جديد خالص، حد افضل، حد احسن، حد هيتحمل ظروفك. الله اعلم. طيب حسناء بتقول حلمت ان في بقره كبيره سودة بتجري وانا واهلي دخلنا بيت كبير حاطين ابيض، حطين ابيض مش عارفه، والبقره حطين حيطه وحيطه، والبقره بتجري ورانا، وانا دخلت غرفه ليها بابين وقفلت بابا جه باب بابا جه قال لي افتح الباب، فتحت، بعد ما دخل هو وامي البقره قامت داخله بتجري وكنا خايفين انها تهجم علينا. بصي هي طبعا سنه صعبه مريره قويه شديده عليهم، حته انها جاريه وراهم دي للاسف الشديد يعني هي تخص ماليات، خدتي بالك؟ فهي عماله تجري وراهم كده. السنه طبعا زي ما اتفقنا زي ما قال سيدنا يوسف السنوات هي بقره بقرات يعني، فهي كل ما كانت بتخافي منها كل ما كانت السنه صعبه شويه ماليا، مش عارفه يعني ربنا يسترها يعني يا رب. بس قفلت الباب دي شويه هتفتح يعني رزق، بس بعد كده بما انها دخلت تاني فربنا يستر ان السنه الجايه كمان يبقى معاكي معاكم الاذى بتاع السنه يعني، ربنا يستر. ربنا يستر يا رب. طيب برضه رساله تانيه بتقول حلمت بطليقي جالس مع ابي المتوفي وشفت بابا مبتسم، وفي نفس الحلم شفت طليقي ببيتنا وانا كنت قاعده معاه. حد هيرجع لها. طيب بشرى طيبه ان شاء الله، لان والدها ده في دار الحق، ولما تشوف ان الوالد قاعد مبتسم مع فبيبشرها يعني ان راجع الراجل راجع يعني. طيب برضه حلم تاني من نيره، حلمت ان انا لابسه فستان ابيض جميل قوي وبرقص وان ده فرحي وكان في ناس كتير قوي معايا وكلهم فرحانين قوي. الرقص مش حلو. بصي الرقص دايما البني ادم لما يكون متألم قوي بيقول لك يرقص من الالم يعني هو مش حلو، انت تطلعي صدقه بس لدفع الضرر. حتى الفستان الابيض يعني ما يشفعش للرقص ما يشفعش، فحاولي تطلعي صدقه بقى لدفع الضرر. طيب حلمت ان انا قاعده قدام نادي وفي ناس كتير وانا فرحانه قوي وبنقول بكره اخر يوم في الكورونا، خلاص على كده كورونا انتهت. ان شاء الله يا رب تنتهي باذن الله. بصي دي طبعا رؤيه داخليه رؤيه نفسيه بس فيها خير يعني، قبلنا البشرة هي تعتبر بشرة لينا، قبلنا البشرة. طيب انا حلمت ان العجول وبقر اسود كانوا بيجروا ورايا بس ما حصلونيش. دي بقى ستات بقى، بقر وعجول، ستات ستات ورجاله مؤذيين عمالين يجروا وراها يعني عايزين ينالوا منها ياذوها. بصي البقرة سنة وامرأة لما تجتمع البقر والعجول نساء ورجال فكلهم بقى يعني ربنا يستر عليها. بس ده الحول. طيب حلمت اني لابسة صندل لونه اوف وايت بيج يعني وشكله جميل، متزوجة وعندي بنتين وولد وسني كبير شوية. بصي هقولك على حاجة، هي لو كان عندها حد كبير على جواز يبقى ده زواجة يعني للبنت الا اني لو عيال لسه يعني ما في 15ات ولسه صغيرين مش على وش جواز ولا حاجه، فهي نجاح وخطوه في حياتهم. بصي المنام اذا لم يوافق الام او الاب فيحول الى الابناء. الاب يحول للولد والام يحول للبنت. فان شاء الله نجاح لبنتك. لو سنهم صغير، لو سنهم كبير هتتجوز، لو سنهم كبير جواز. انا لازم لما حد يبعت لنا حاجه يقول لنا الحاله الاجتماعيه. ماما حلمت انه جه لاختي عريس عند خالي، وماما وجدتي كانوا في البيت التاني والبيت ده قريب من بيت خالي وخالتي، هي اللي كانت موجوده معايا هي وخالي، قال اعملوا كيكه، العريس قال لا خليها يوم الثلاث. موضوع لا يتم. ويوم الثلاث برضو وحش في الحلم جدا زي الحقيقه. ثلاث واربع ثلاث واربع يعني مش مستحبين في المنام. معناها وقف الموضوع، عدم تمامه. والسبت كمان. السبت ثبات الموضوع واقف. مش حلوين. هو الخميس حلو قوي، الاثنين حلوين قوي. ويكند ممكن نخرج. طيب ياسمين بتقول انا حلمت ان عندي امتحان فرنساوي
وحصلت حاجات كتير عطلتني اني اروح، وكنت عايزه اتصل بالمستر اقول له بس الموبايل كان عطلان. فقعدت احاول لحد ما اشتغل ورحت، هو اسمه سيد نوح، قال الامتحان مش النهارده، ده يوم السبت الساعه 3:05 برضو. ففرحت ان الامتحان ما فاتنيش، وفضلت اقول السبت الساعه 3:05 طول ما انا ماشيه عشان ما انساش. الحاله ربنا انسه يكفيكي شر المنام، بشتغل مدرسه. المنام وحش جدا، ربنا يكفيها شره. اولا امتحان ويوم السبت، يعني واقفه حال بشكل مش عايزه اقول لك. ربنا يسترها، طلعي صدقه، ادعي الله تعالى ان ربنا ما يوقعش المنام ده، سيء قوي. مش عايزه، عارفه مش لو خضت فيه هتتخضي، فهو وحش. و3 و5 وسيد نوح و... ما انا قلت لها لو خضت فيه هتزعل. طيب. خلاص ما نقولش. هو وحش قوي. خلاص ما نقولش. برضو في حلم تاني، حلمت ان صاحبه ماما جايبه لي فستان ازرق طويل، كان شكله حلو بس موديله قديم، وانا خدته عشان البسه. ابشر. عريس؟ عريس دقه قديمه. دقة قديمة يعني ايه؟ بصي، هو في ناس يعجبها وفي ناس ما يعجبهاش. هو يعني شوية كده ايه؟ السيد يعني؟ مثلا. اوكي. تمام؟ غيور بشكل مش طبيعي. حد كده يعني. حلو، قليلين دول. بس مش كبير. مش كبير في السن. هو بس ان هو مقفلها شوية. هيعملها قلق. لأن اللون الأزرق أصلاً لون القلق. وتطلع حياتها شكاك من الآخر. طيب. ملك بتقول حلمت ان بابا جاي يديني هديه عيد ميلادي، بس مش هو اللي جايبها، شخص تاني، وقال لي اشكري اشكريه. فانا شكرته وقلت اخد هدوم خروج عشان اطلع اقعد معاه. والهديه كانت عباره عن بوكس هدايا محطوط فيه شنطه هدايا، وكان جوه الشنطه توكه استك لونها ازرق فاتح، وكان عليها فراشه بلاستيك. والبوكس بتاع الهدايا قلت ده شكل فيه حاجات كتير، ممكن شوكولاته، وصحيت من النوم بس ما فتحتوش وانا عزباء. هيجي راجل امكانياته الماديه على قده، ولكن بيفهم في الاصول وشيك قوي، وحد يعني بصي على قد حاله بس ذوق، انسان ذوق يعني. وبما اني جاي من طرف عيد ميلاد وبتاع، بصي ما حدش يفتكر عيد ميلادك الا اللي عنده ذوق. خدت بالك؟ فكون ان هو جايب لها بوكس هدايا وكده، فدي بشره طيبه، رغم ان الحاجات اللي جوه دي بسيطه وصعبه. لان توكا وفيها بلاستيك، البلاستيك بلاء. يعني بصي متاعب، بس انت متحملاه عشان هو راقي. طب حلو قوي صوفيا. هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل باقي كلامنا في انبوكس احلامك اوامر، خليكم معانا. لسه مكملين كلامنا مع مفسرة الأحلام صوفيا زايدة وإنبوكس أحلامك أوامر، وموضوع حلقتنا النهاردة عن رؤية النار في المنام. صوفيا، دلوقتي لو حد شاف أنه اللبس بتاعه بيولع، معناه إيه؟ بصي، ده للأسف الشديد تقام فتنة بينه وبين زوجته، أو بينها وبين جوزها. لأن اللبس ده اللي هو الزوج، وحتة أن أنت مثلا تشوفي ان مثلا لا قدر الله واحده مش متزوجه وشافت انها بيولع لبسها، للاسف الشديد ان دي كسوه العافيه بتاعتها. ده برضو معناه ان هو هيشتعل بامراض والعياذ بالله جلديه. يعني ربنا يسترها، بتبقى سيئه قوي. يا رب. انا شايفه انه ما حدش يحلم بالنار يعني. والله بصي، مش كل نار وحشه يا نوره. يعني في نار صغيره الحلوه دي، الدافيه اللطيفه دي، دي حلوه دي. دي حلو. دي معناها هدايه، معناها صلاح، معناها ان بني ادم داعي وناجح في دعوته. تمام؟ معناها عمره، حجه. فاهمه؟ في حاجات حلوه على فكره. وفي نار تخافي منها قوي، هي كل ما لها صوت ولها ضوء ولها يعني فزع، هو ده اللي تنتبهي بقى. طب لو حد قاعد حوالين النار او جنبها، دي حلوه دي. دي انس يأنس. خدتي بالك؟ يعني هيتجوز ست، الست دي عندها حماس كده، وست حبوبه يعني. حلو. هتونسه يعني. حلو. فاهمه ازاي؟ فلطيفه هي دي بقى من النار الحلوه دي. دي نار كويس. لو شفتي كمان النار على الجبل، معناها ايه؟ ده قرب من الله، ده حد عابد متعبد متوجه لله تعالى. فانت قاعده بتأنسي بالنار. لو حد كتب لي اسمي على الجبل زي عمر وسلمى. دي بقى من الاحلام اليقظه. طيب لو حلمت بنار الفرن او البوتاجاز. بصي، اذا اصاب البني ادم وهج النار، يعرف ان في كلام، او يعني فتح الفرن كده حاسس ان الهوج طلع عليه. تمام؟
ده كلام باطل يصيبه بالأذى، يزعله يزعله قوي، خدت بالك؟ لو الفرن خلاص بقى احنا بنستعد لتسوية الطعام فده حلو، ده معناه بصي مش كل نار وحشة في على البوتاجاز، في نار تضايقك قوي ان انت كل مستنية الطبخ يخلص ومش راضي يخلص وعمال عايش بقى على النار، نار بارده، ده تعطيل 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 مش عايزه اقول لك قد ايه، الا ان الحاجه استوت بسرعه او انت بتجهزي مش عارفه ايه، اتحرقت، دي قصه تانية دي إيه؟ حرقت دي فقر فقر والعياذ بالله. لو الاكل اتحرق لو الاكل اتحرق طبعا فقر يعني فلوسك راحت ولعت، خدت بالك؟ وعلى حسب الطبيخ اللي مطبوخ يعني لو ملوخيه يلا في داهيه كده معناه فلوس انت بعدين بحبها قوي فلوس ولا الفلوس ملوخيه الاثنين تمام فلوس المفروض ان انت يعني تطلعيها في حاجه ويعني زي ما بيقول لك ايه في امراض يعني فراحت اتحرقت بس الحمد لله البني ادم شفي زي ما بنقول فداك شفي يعني زي ما بقول لك مثلا خبطت عربيه مثلا البني ادم طلع منها سليم في داهيه ده حديد طيب. داهيه تمام طيب ادوات الاشعال نفسها بقى الكبريت ولاعه والفحم الفحم دي ناس حلوه قوي بتقعد تولع الدنيا دول اللي بيسخنوا بالظبط كده دي ناس بقى تقعد تأذي بصي ده اولهم طبعا بصي خلق الجان من مارج من نار ده اولهم الشيطان ووسوسته والوسواس القهري بتاعه الوسواس القهري انا صليت لا ما صليتش انا توضيت لا ما توضيتش خلي بالك فلانه بتتكلم عليك خلي بالك علانه بتتكلم عليك وسواس قهري خدت بالك البني ادم مش عارف يرتاح ويستقر الدنيا عماله تغلي معاه في دماغه ده يا جماعه اطردوا اطردوا الشيطان ده بالوضوء الوضوء يوميا بميه الرقيه الشرعيه دي بتقضي على الوسواس القهري الوسواس القهري ده دايما يقول لك ان هو من الامراض النفسيه لا دي من الامراض الروحانيه لان الوسواس ده ما بيوسوسوش الا او تسمعي كده صوت طنين في الودن ده لا 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 ده يخص البني ادم وعلاقته وعلاقته بقى بالله تعالى وكل ما زادت علاقه البني ادم بالله كل ما قفل على نفسه الوساوس دي فالرقيه الشرعيه بتطفئ الحاجات دي ودخلي في ودنك دخلي في ودنك كده الميه بتاعت الوضوء كده الحاجات دي حلوه قوي على فكره يعني مجربات الامام الغزالي بس فدي حاجه الحاجه الثانيه لما يكون بقى البني ادم ايه بيقعد يسمع بقى يسمع لمين اخته يسمع مش عارف مين يسمع لحد صديقه ان هو يشعل الفتنه في البيوت هي دي الحطب الحطب وكمان نميمه يعني ممكن يكون كمان يعني حد بينم وبيتكلم كلام باطل على 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 واحده غافله قصف الغافلات فده ينتبه برضو طيب لو حد ولع في النار عشان يشوي لحمه يعني دي حاجه حلوه في الحقيقه مش عارفه في الحلم ايه لا هي في الحقيقه حلوه جدا لكن في المنام وحشه قوي 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 انا ايه اسقام متاعب مشاكل زي ما بيقول لك الحاجه تيجي بوجع القلب يعني تحصلي عليها بوجع القلب متاعب لان الشوي ده بياخد وقت وبياخد مجهود وبياخد هوج وبياخد يعني تعب 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 جدا في المنام مش مستحبه يعني غير اللحمه الثانيه اللي هي مستويه مستوية دي عادي دي حلوه لكن اللحم المشوي أسوأ ما يرى طب لو حد حلم ان هو بياكل اللحمه المشويه دي خد منها بقى نال خلاص كده نال من الاذى نال من المتاعب نال من ال يعني هو دايما بتبقى عيا على فكره دايما عيا فهو يصيب او يصيب حد من احبابه مش مستحب ربنا يسترها يا رب طب لو حد بيولع النار بحجرين او زلطتين دول اتنين عمالين ايه بصي يطقشوا في بعض بالظبط كده يخبطوا في بعض يخبطوا في بعض انت وانتي وانت وغالبا بيبقوا الازواج اوكي الحجرين طبيعي دول قاعدين فينتبهوا يعني ان كده هتقوم النار النار من مستصغر الشر فانتوا الحته دي الحكه دي هتقوم الدنيا كده يعني انتبه طيب ناخد رساله جانا بتقول شفت اني بجمع ورق عنب من تكعيبه واعطيه لامي تضعه في كيس اسود صغير
ثم وجدت ليمون أصفر وأخضر في نفس التكعيبة فجمعته وأعطيته لأمي بتقولها أنا متزوجة وعندي 3 أولاد. بتاخد فلوس من جوزها وتديها لوالدتها وهيعرف جوزها وهيلومها ويعاتبها لوجود الليمون الأصفر والأخضر. هي مش قايله له، مش قايله له، مش قايله له. طيب معانا تليفون من إيمان. ألو. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا إيمان؟ ممكن أعرفك حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله بخير، اتفضلي صوفيا معاكي. ممكن أكلم دكتورة صوفيا؟ اتفضلي. أهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتورة عاملة إيه؟ الحمد لله بخير الله يخليكي. بقول لك يا دكتور، أنا واحدة صاحبتي حلمت لي حلم فعايزة حضرتك تفسره لي. خير. حلمت إن أنا وهي واقفين عندنا في الشقة. ولقينا الباب بيخبط، بابايا دخل، بابايا متوفي بقاله فترة، بقى 3 سنين. الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. فلقيته جايب كيس لبن ليا. كيس لبن؟ كيس لبن. تمام. كيس لبن. لبن سايب يعني ولا المجفف ده؟ لا لبن سايب، اللبن. طيب يلا. كمل. حليب. مسلم عليا وبيسني وحاضني وقاعد يدعيلي. وانا كنت فرحانة في الحلم. ابشري. وبقول له انت جبت اللبن بسرعه؟ قال لي ماما ما بيأخروش عليا اللبن، ما بيأخروش عليا، ولاد جلابيه بيضاء. حلو قوي، جميل ما شاء الله. بس كده مع... انت بتقولي متجوزه ولا ايه؟ انا متجوزه ومعايا ولد. طيب ابشري بقى، عشان في فلوس جايه لك من طرف حد من عيله الوالد، العم العمه، خدتي بالك؟ ممكن الفلوس دي تبقى ميراث، او ممكن يكون في مساعده هتيجي من طرف حد من العيله دي، من عيله الاب يعني. الاب كمان بيطمنك على حاله ان هو على خير وصلاح والحمد لله، يشغل مكان كويس بما انه لابس الابيض وجاب اللبن، وهم وبيقول مش بيأخروا عليه. مش بيأخروا عليه، فهو ما شاء الله عليه. اعملي له بقى صدقه جاريه وان شاء الله ربنا يلحقنا بيه على خير يا رب. اللهم امين. شكرا ليك يا ايمان. شكرا. طيب نكمل الرسائل. حلمت ان في فيضان في مصر بس المايه ارتفاعها مش كتير في الشوارع، وانا راكبه عربيه وبلف اشوف الشوارع، لقيت شوارع فيها فيضان وشوارع لا، وانا سايقه العربيه مسكت تليفون وعايزه اتصل باهلي واقول لهم البسوا انا جايه اخدكم، وصحيت الفجر اذن. حلم وحش. حلم عام وفي يعني اعفيني من كلامي. طيب ماشي. الهام بتقول ماما حلمت ان راكبه حمار ابيض وحلمت ان هي ومعاها. مين اللي راكب الحمار؟ انا بقى مش عارفه. ان راكبه حمار ابيض، وانا مش عارفه هي ولا هي. اكيد هي، مش فاهمه بصراحه. وحلمت او حلمت ان هي ومعايا بنت اختي سنتين بيجروا ورا القطر، وفي واحده اسمها غاليه بتجري ورا القطر، وماما بتجري وبتقول استنى استنى يا غالي. مش فاهمه حاجه. بصي، ركوب الحمار اعزكم الله معناها همه، ويعني بصي اراده عاليه في انها توصل لهدف. لان هو مثابر يعني، حد يعني وعنده الصبر كمان، فهو بس ايه يعني هي بطيئه يعني في الوصول للهدف ده، بس الا انها عندها اراده عاليه هتوصل لهدفها ايا كان الهدف ده. ممكن عايزه توصل لماليات، عايزه تروح حج، عايزه تعمل حاجه، عايزه تتجوز حد من البنات، المهم في اراده عاليه بس الامكانيات محدوده. تمام كده؟ تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه الجري ورا القطار معناه فرصه ضائعه. وخصوصا اللي بيجري وراها بنوته صغيره كمان، معنى كده انها هي ودنيتها. فيعني حاولي ان انت يعني بصي، هو طبعا اللي كاتبه لنا ربنا اكيد هناخده، بس في حاجات لما يجي ربنا ينبهك عليها في المنام انتبهي ليها، ان انت في ايدك انها ما تطيرش. يعني مش هيجي يقول لك راحت فرصتك من غير، لا، ربنا لطيف بينا ورحيم. اكيد. طيب نورهان بتقول حلمت ان كنت في مكان ومعايا ناس كتير، وفي واحد زي مدير بيوزع اماكن العمل، وكل حد من اللي كان معايا خد مكانه في الشغل، وانا قال لي انت شغلك في القصر العيني، وقال لي اكتبي اسمك كامل، وكان في دفتر طويل وانا كتبت، بتقول ان هي طالبه. ابشري ان شاء الله. هي طب اكيد طبعا، مش عارف اكيد يعني طب، ما كانتش طب بقى فالقصه تختلف تماما. لو مش طب، لو مش طب يبقى جواز ليها. جواز من شخص يعني تبقى في عينه، قصر
قصر قفله، قفله يعني زي ما بقول لك ايه، قفص الزوجيه. خدت بالك؟ العيني معناه ان هو حد هيحطك في عينيه وهيبقى بصي يعني اذا تشاكل عليكم الرؤى فخذوا بالاسماء، فهو العين. فهو قرت عينه يعني، فدي حاجه. لكن انت لو طب فابشري باذن الله تعالى في نقله ليكي، النقله دي فيها علو وشان، لان القصر هنا مكانه ورقي. والله اعلم. طيب سمر بتقول بابا حلم ان هو اللي كان قاري فتحتي بس ما حصلش نصيب. قاعد معاك؟ احنا والده لا، ده واحد تاني. ووالده واقفين على باب شقتنا. والده دخل قعد عندنا وبابا راح وقف جنب الاسانسير، فاللي كان قاري فتحتي راح وقف مع بابا وبيديله 2 جنيه ورق، فبابا ما رضاش ياخدهم ونزلوا سوا. فقال لبابا انا عايز اشتري ولاعه، فبابا شاور له على السوبر ماركت اسمه عماره، قال له روح اشتري منه، والسوبر ماركت موجود عندنا في الحقيقه فعلا. اولا ارتبط بواحده وهيهف الشوق ان يرجع للاولى تاني. لان 2 جنيه زوجتين. الاثنين معناه تزوج للمره الثانيه. فهيجي يرجع لك تاني، بس والدك والدها متوفي. بس وضعك الحالي المفترض ان هو ترفضي تماما، لان باباكي رفض ياخد الاثنين جنيه. هو باباها اللي حلم، هو مش متوفي، هو عايش. يبقى هو هيرفض الوضع ده. بنتي ما تبقاش ضره، خدتي بالك؟ فهيرفضه تماما. حته ان انا عايز ولاعه، ولاعه دي ان هو طب انتوا مش عايزين تدوها لي، هيعمل مشاكل بقى. فبابا بيقول له يعني روح عمر بعيد عننا، يعني عيش بعيد عننا. عماره ده اللي هو الدكان ده. عيش بقى اللي هو فيه بيع وشراء وحاجات كده، مالناش دعوه بيك. فهتخش في نوشات، اقفلي بابه احسن. طيب اسماء بتقول حلمت حلم اختي حلمت بعقرب لونه اصفر وعقرب لونه اسود وفي بقع بيضه، وكنت انا وهي في الحلم وعندنا ولما شفنا الاثنين عقارب يعني الاصفر دخل في حته في الحيطه فوق شباك غرفة نوم أمي، والتاني دخل برضو فتحة في الحيطة فوق شباك غرفة الضيوف. بتقول أن مامتها متوفية. وحشة جدا. رؤية سيئة جدا. العقارب نساء على سوء جدا، وتدخل في الحيطان، معنى كده أن ستات عارفة إزاي تولع الفتن وتنكش في المشاكل، يعني بصي وتتفرج، تقعد تتفرج، وكل مكان اسود كل مكان ذات سوقه، يعني واحده فيهم صفرة شويه صفرة غلاويه. الثانيه دي شرويه، فاهمه ازاي؟ يعني ربنا يستر من الاثنين. وبعدين في حاجه ثانيه عشان برضو من ضمن التفسيرات للعقرب عشان الناس تبقى فاهمه، لو البني ادم شاف ان في عقرب بيقرص حد معناه ان هو الحد ده هيموت. ليه؟ لانه جاي من اول حرف، اول عقر، عقر ذبح او موت، او بصي كل ما هو في وقف عقم حاجات كده، فاهمه ازاي؟ يعني حاجات مش كويسه. حلوة. فالعقرب سيء قوي. طيب اسلام بيقول انا حلمت ان انا واثنين صحابي بندور على صندوق في البحر، بعتوا والدهم من الخارج فيه ذهب، عمالين بندور وننزل في البحر ونطلع ومش لاقيين حاجه، ونزلنا تاني ندور وفجاه واحنا في الميه المطر نزل، خفنا رحنا طلعنا من الميه، وبعد كده صحيت من الحلم. المطر نزل في البحر وخافوا وطلعوا. وبيقول بعد كده صحيت من الحلم على المطر. استني بس، هو عشان هو بينقب عن الاثار، هو ده بينقب على الاثار. هو كاتب فعلا ان هو من محافظة في يعني في صعيد مصر يعني. ف يعني هيطلع صفر اليدين للأسف. يعني مش فرحانة فيك يعني، بس هيطلع صفر اليدين. خلي بالك، تشغل بالك. وبعدين المطر أصلا لما ينزل في البحر لا يفيد. يعني حتى المطر عذب والبحر مالح. حتى نزوله لا يفيد. مش هيغير البحر. طيب. ربنا يكرمك من حتة تانية. طيب خلاص يعني، مش مروح يا صوفيا. خلصنا يا صوفيا، كان نفسي اكمل. والله يا حبيبتي يا نور، بس ممكن نكمل حلقة النار الأسبوع اللي جاي، لسه في أسئلة كتير فنكملها إن شاء الله الأسبوع الجاي. نورتينا جدا، شكرا. ميرسي يا قلبي، تسلمي. كده خلصت فقرتنا من إن بوكس أحلامك أوامر، ونشوفكم إن شاء الله على خير الأسبوع اللي جاي. باي باي.